السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مشاهدينا الأعزاء في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى اللي هي عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم مجموعة تمارين ونشرحها لكم بالكامل على أساس تستفيدون منها بشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع وموضوع جدا مهم، وهو كيفية التخلص من الدهون العنيدة. طبعا دائما الدهون العنيدة تكون خصوصا في منطقة أو جزء من الجسم اللي هي منطقة المعدة والخواصر، وأيضا راح تلاحظ دائما الشخص اللي يحاول ينزل بوزنه آخر منطقة اللي هو يتخلص منها من الدهون اللي هي منطقة المعدة وكذلك منطقة الخواصر. فكيفية التخلص منها وكيفية العمل على حرق الدهون هذه يحتاج جهد أكبر غير الجهد اللي أنت كنت تبذله بالسابق اللي هو النزول في الوزن. فبالتالي أول شيء عندك اللي هو ممارسة تمارين حق عضلات المعدة على أساس وعضلات الخواصر من دون وزن، على أساس تساعدك على رفع نسبة الحرق، وكذلك تساعدك أكثر على اللي هو رفع من حرارة العضلة، فبالتالي تساعدك على التخلص من الدهون العنيدة المتراكمة في المنطقة هذه. أيضا عندك اللي هو تناول الأغذية. تناول الأغذية مهم جدا، خصوصا بعض الأغذية في المنطقة هذه. أول شيء تحدد احتياج جسمك من الغذاء، ما تتناول أغذية أعلى من أو كمية أكبر من الجسم اللي يحتاجه على أساس ما تتكون في منطقة المعدة أو تتراكم أو تتحول إلى دهون، وخصوصا حتى لو كانت اللي هي تتبع نظام غذائي أو كان نظام غذائي من دون دهون أو سكريات، أيضا الكمية لها دور كبير في أنها تتحول إلى دهون. أيضا عندك اللي هو اختيار بعض المشروبات أو بعض الأغذية اللي تساعدك على حرق الدهون. أول شيء عندك مثلا الكروميوم اللي هو اللي موجود بالدارسين، مادة الكروميوم هذه تساعدك على رفع نسبة الأنسولين في الجسم، فبالتالي نسبة الحرق تكون عندك عالية. أيضا عندك اللي هو تناول الشاي الأخضر. الشاي الأخضر من الأغذية اللي تساعدك على التخلص من الدهون في منطقة المعدة، وكذلك أيضا عندك في بعض المكملات الغذائية ممكن تتناولها، بس يفضل أنك تقرأ عنها بشكل كبير على أساس هل تعرف أنها تساعدك على حرق الدهون أو لا. وكذلك عندك الفلفل الأسود أيضا يساعدك على التخلص من الدهون الموجودة في منطقة المعدة. وأيضا عندك اللي هو الكافيين، أيضا تناول الكافيين يساعد على التركيز أكثر ويساعد على رفع نسبة الحرق أكثر في اللي هو الأغذية. وأيضا في أغذية كثيرة أنك تتناولها، وخصوصا لازم تحدد هل هي دهون عنيدة، هل هي الماء الزائد الموجود في الجسم، على أساس إذا الماء الزائد راح يختلف موضوع اللي هو بعض الأنواع من التغذية تدخل أمور ثانية تحاول تخرج الماء من جسمك، وكذلك تختار اللي هو النوع الغذاء اللي دائما يحاول يخرج الماء من الجسم. فبالتالي أنت هني حدد أول شيء ما هو الموجود في منطقة المعدة، هل ماء هل دهون، ومن بعدها تحط خطتك بالكامل من حيث الغذاء من حيث التمارين على أساس التخلص من الدهون المتراكمة في المنطقة هذه. وأيضا آخر نقطة ومهمة جدا اللي هي ممارسة الكارديو والتمارين الهوائية، هذه مهمة جدا على أساس تخليك أنك تتخلص من الدهون العنيدة. وهذا كان موضوعنا اليوم، إن شاء الله أتمنى الجميع يستفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح أقدم لكم اليوم عدة تمارين حق منطقة المعدة
راح تساعدكم على حرق الدهون الموجودة في منطقة الخواصر والمعدة. التمرين الأول راح يكون كالتالي. لاحظ طريقة التمرين الأول راح تكون بهذا الشكل. التمرين هذا راح ياخذ لي عضلة الخواصر زائد عضلة المعدة ومنتصف المعدة اللي هي عضلة الكور وأيضا العضلة العلوية للمعدة وكذلك الخواصر. انتقل حق التمرين أو الحركة الثانية راح تكون بهذا الشكل. أحرك الجسم بهذه الطريقة. لاحظ ألامس اللي هو الرجل. بمعنى الحين التمرين الأول راح تكون عدد التكرارات على سبيل المثال من 10 إلى 15 وأيضا مباشرة الحركة الثانية راح أخذها في 5 تكرارات على طول اتجهت حق التمرين اللي بعده. دائما يكون الجسم في هذه المنطقة اللي هو الجزء العلوي من الظهر يكون بهذا الشكل، ما يكون رأس بهذه الطريقة، لا بهذا الشكل. وحرك على أساس راح يساعدني على شد منطقة المعدة أكثر. هذا التمرين الأول بهذه الطريقة. الحين طبعا التمرين الثاني راح يكون كالتالي. أثبت الرجل بهذه الطريقة، أحرك إلى الأعلى. هذه الحركة الأولى للتمرين. الحركة الثانية راح تكون كالتالي بهذا الشكل. الحين طبعا التمرين الثاني في الحركتين على طول مباشرة راح تكون بهذه الطريقة. مباشرة الحركة الثانية. عدد التكرارات تكون عندك من 15 إلى 20 الجولات، 3 جولات. التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي. أحرك الرجل والذراع بهذا الشكل. هذا التمرين راح ياخذ لي عضلة المعدة بالكامل من الأسفل إلى الأعلى. وأيضا آخر تمرين راح يكون اللي هو تمرين البلانك بهذه الطريقة. أثبت الذراعين، الرأس بهذه الوضعية وطريقة الجسم بهذه الوضعية. طبعا عدد أو نقول مدة التمرين من 30 ثانية إلى 50 ثانية. وأيضا الجولات حاول أنها تكون 3 أو 4 جولات. الطريقة هذه خاطئة أو هذه خاطئة، صحيحة بهذا المستوى. هذا طبعا التمرين اللي هو الأخير. طبعا بالنسبة حق التمارين اللي قدمت لكم إياها، تمارين كلها حق عضلة المعدة وكذلك راح تساعدكم على التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة المعدة. وهذا كان تمريننا اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.